إذن مشاهدينا الكرام، قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا نتواجد بباحة أحد محلات بيع المأكولات السريعة والجاهزة بمدينة الدار البيضاء. هذا المكان اللي كان مسرح لجريمة الدكتور بدر الله يرحمه، اللي وفاته المنية بعد ما قام بالدهس ديالو والاعتداء عليه والدهس ديالو احد الاشخاص اللي هو في هذا الاثناء بين يدي العدالة المغربية بفضل التدخل العاجل والناجح ديال رجال الامن المغربي اللي تمكنوا من الايقاف ديالو في اقل من 24 ساعة، هو والعناصر اللي كانت برفقته لحظة الاعتداء والدهس وقتل الدكتور بدر. كنتواجدوا بنفس المكان، باقي الاقبال وباقي كيف كنقولوا باقي عدد كبير ديال الشبان والشابات اللي كيوقفوا هذا المكان ويتاخذوه كمكان للالتقاء او لمكان لتقضية وقت خصوصا بالليل. لكن الملاحظ هو ان كاينين دوريات ديال الامن، انما هي دوريات قليله. كان السيد رئيس المنطقه الامنيه ديال منطقه اونفا قام بواحد الحمله بمعيه عدد من العناصر الامنيه اللي قاموا بواحد الحمله امنيه قبل ايام هنا في هذا المرقب الخاص بهذا العلامه اللي خاصه ببيع المأكولات الجاهز. لكن كنظن بان يجب على الدوريات الامنيه ان تكتف من الجوالات ديالها، خصوصا ان حنا كنعرفوا بان الاكثريه ديال الاشخاص اللي كيكونوا هنا هم شبان في مقتبل العمر، وكيكون عندهم ارتكاب اي حماقه كتكون عاديه، يعني اي واحد كيبان هما كتبان لهم بانها سهله وما كيعرفوش العواقب ديالها. اذا هذه هو المكان اللي كان فيه كان مسرح لجريمه الدكتور بدر الله يرحمه. وباش نذكركم بان الدكتور بدر كان حصل على الماستر وكان في السنه الاولى من الدكتوراه، وكان قرب انه يكمل الدكتوراه، وكان قرب انه يسافر يغادر من المغرب الى احدى الدول الاجنبيه. بعض الاشخاص كيقولوا كندا، بعض الاشخاص كيقولوا سويسرا، بعض الاشخاص كيقولوا فرنسا. انما على العموم دكتور ضاعت فيه الدوله المغربيه، ضاع فيه الشعب المغربي. علاش؟ لان واحد المتهور، واحد ولد الفشوش كيف سميناه، كيف سميتو قناه شوف تي في، كان في حالة ربما غير طبيعية بمعية أربعة ديال العناصر اللي سهلوا له وبينوا له بأن الاعتداء على الأشخاص وسلب الممتلكات ديالهم راه شيء عادي. إلا كنتي ولد الفشوش، ولد إنسان ثري، ولكن ما عرفوش بأن راه القانون فوق الجميع، القانون يطبق على الجميع. والدليل هو انهم في هذا الاثناء كلهم راهم وراء القضبان بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بعد الامر ديال السيد الوكيل العام للملك اللي امر باحالتهم على السيد قاضي التحقيق في حالة اعتقال، مع امر او طلب بالمتابعة ديالهم في حالة اعتقال. وبالفعل السيد قاضي التحقيق أمر بوضعهم تحت الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة غيتما يتم النظر في القضية ديالهم وإحالتهم على القضاء الجالس من أجل النطق بالحكم اللي غادي يكون أكيد يشفي غليل المغاربة كاملين، لانهم شافوا الفيديو، شافوا كيفاش ان هذاك الشخص ما غاديش نسميه ولو انه ولد الفشوش، ولد
بوه لاباس عليه هذاك الشيء شغله، ولكن كيف قال الحسن الثاني الله الله يرحمه في هذه الليله، نهار سولوه على على العميد الممتاز ثابت، قال له ما يمكنش نتكلم على ذاك الدنس، اذا من ما يمكنش ننطقوا اسم هذاك الدنس اللي قتلنا دكتور مغربي هنا في هذا المكان، ما بقاش قدروا ما بقيناش نقدروا ننطقوا بالاسم ديالو، لانه هذاك الاسم اكيد ما عنده به حتى علاقه، لان الاسم اللي كيحمل اسم انسان هو لا يموت للانسانيه باي صله. على العموم هذا هو المكان اللي وقعت فيه الجريمه، واكيد حنا ما غاديش نتراجعوا، غادي نبقاو تابعين الملف حتى النطق بالحكم، وحتى النطق بالحكم في محكمة السناف، وحتى قول الحكم في محكمة النقد بغيباط. إذن كان هذا موجز حول ما وقع في جريمة الدكتور بدر اللي فقدناه كنا كمغاربة هنا في هذا المكان اللي كان مسرح لجريمة بشعة، تقدروا نسميوها بأنها أخطر جريمة وأفضع وأروع بشرة جريمة وقعت سنة 2023. الله يرحم الدكتور بدر، وأكيد العدالة المغربية غادي تقول الكلمة الفصل ديالها في حق الدنس. من اليوم غادي نبدا نقولوا الدنس المتهم والمتهمين اللي كانوا برفقته في حق هذوك المجموعة ديال الأشخاص، اللي تقول العدالة المغربية تقول الكلمة ديالها، وغادي ياخذوا الجزاء اللي كيستحقوا. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.